تفضلي خالتي. الله يرضى عليه، هني راضي ما شاء الله، حنون عمرته واولاده وعلينا كلنا. الله يرضى عليك يا حبيبي، عمره 38 سنه. الله يرضى عليه، صايم مصلي الحمد لله، كل البلد بتحبه، كل اصحاب بحبه، احنا كلنا بنحبه. والله ما عمره ازعل حدا، اسالوا عنه كل العالم، الله يرحمه. طب خالتي بتعرفي شو صار معاه الليله؟ ولا شيء. اتصل علي الساعه 3 او الساعه 3 ونص، ابنه عندي عمره 14 سنه، قال ديروا بالكم على ثائر ما يطلعش من الدار. قلت له طب يا حبيبي تعال انت عندي، بطلوا يطخوا علينا طخ، صاروا يكتفونا بالطيارات. يا حبيبي احنا بنطرش للطيارة. قال انا كريم من دارنا بالحارة ومش طالع، مش يعني مش فيش علي شيء الحمد لله. صدقت انه فيش علي شيء. لما قصفت الطيارة، لما كانوا في متصابين كم من شب وقام معهم، اجى اخوه لما كل شيء استشهد، صرت اصيح.